أهلا بكم، معكم العراقي. في الفترة الأخيرة شركة وي رفعت سرعات النت المنزلي واعتمدت على نظام ال VDSL بدل من نظام ADSL، وده بيوصل السرعة فيه إلى 100 ميجا في الثانية، وده في الحقيقة نظام جميل جدا. بس للأسف الكل بيعاني من مشكلة تانية، وهي إن الباقة بتخلص قبل الشهر، وأحيانا مش بيكمل 15 أو 20 يوم بالكتير، وللأسف بتخلص الباقة وبنرجع نشحن باقة جديدة أو نشحن وحدات إضافية جديدة، وبالتالي بتستهلك مننا فلوس. باختصار حضرتك بتبقى فاتح اليوتيوب، وطبعا عشان السرعة العالية فتلاقي الفيديو بيحمل بسرعة، أو اليوتيوب بيكون عارف إن السرعة عالية فبالتالي بيجيب أعلى كواليتي للفيديو، وأحيانا أنت ما بتكونش محتاج الكواليتي العالية ديت فالفيديو بيعلى أوتوماتيك. في حلين عندنا عشان إن احنا نوفر في الباقة وتقدر إن هي تكون تكمل معانا لاخر الشهر. اول حاجة انك ترشد استهلاكك عن طريق انت تكون فاتح اليوتيوب وتيجي عند الاعدادات بالشكل دوت، وتختار مثلا يكون الاوتو بتاعك 360 او 480 بحد اقصى، وبالتالي هتوفر معاك شوية، ولكن برضو ممكن ما توفرش معاك على طول. في حل تاني ان احنا نقلل سرعة الراوتر شوية، بدل ما هي تبقى 30 ميجا وفي 50 ميجا وفي بتوصل لمية ميجا في الثانية، ان احنا نقللها شوية، طبعا نخليها لحد 5 ميجا، طبعا بتكون كويسة جدا وبتشتغل معانا كويس، ولكن بتقلل شوية من الكواليتي بتاعت الفيديوهات او التصفح ما بيكونش سريع قوي، فبالتالي هتقضي معانا الشهر بالكامل، وده اللي هنشوفه في الفيديو دوت. مبدئيا قبل ما نخش نشرح ازاي نقلل سرعة النت على الراوتر، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ولايك وشير للفيديو، ويلا بينا نخش على الشرح. مبدئيا هنفتح المتصفح بتاعنا بالشكل دوت، وهنكتب 192.168.1.1 ونتك انتر. هيظهر لنا الصفحة بتاعت الراوتر بالشكل دوت، وهنكتب اليوزر نيم والباسورد، وهنتلاقيهم موجودين في ظهر الراوتر. كل راوتر بيكون فيه في ظهره اليوزر نيم والباسورد الخاص بيه. طبعا انا هكتب اليوزر نيم والباسورد وهنكمل مع بعض الفيديو. ودي بتكون صفحة الراوتر بتاعنا. هنيجي عند لوكال نتورك ونضغط، وبعد كده هنيجي عند لان نضغط، ونيجي عند تاني اختيار اللي هو لان دو نضغط عليه، ونشوف كلمة مود. لو هنفتح الكلمة ديت وهنختار اول خيار معانا اللي هو IEEE 802.11 بي اولي، وهنضغط عليه بالشكل دوت، وهنتك ابلاي. وبالتالي كده احنا قللنا السرعة شوية. ولو في كمان خيار معانا هندخل على الانترنت، ونتك لان، نيجي عند تاني اختيار بالشكل دوت، ونشيل علامة من هنا من عند ADSL 2 بلس و ADSL 2 بلس التانية، وهنلغي العلامة اللي هنا بالشكل دوت، وهنضغط ابلاي، وهيقول لي تم بنجاح. ونعمل ريستارت للراوتر، وبعد كده نخش نعمل اثبيت تيست. انا كان عندي السرعة 30 ميجا، يعني بتوصل لحد 30 ميجا، ما بتوصلش بالكامل لان الخط عندي مش قوي قوي، بس كانت بتوصل لحوالي 18-20 ميجا في الثانية. وهنعمل ريستارت للراوتر، وبعد كده هنخش نعمل اثبيت تيست، وهندخل على موقع sbtest.net بالشكل دوت، وهنضغط عند جو عشان خاطر يقيس لنا سرعة النت بتاعتنا. وزي ما احنا شفنا كده السرعة اتقاست بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا، وبقت السرعة عندي 2 ما يقرب من 3 ميجا تقريبا، و 770 كيلو بايت للابلود. طبعا انا مش محتاج الابلود قوي، او
حتى لما بيكون شغال، لا بيكون شغال كويس مش وحش، يعني الابلود مبقاش ضعيف، لا بيبقى شغال كويس، والداونلود بيكون معايا 2 ميجا، والسرعة بتكون كويسة ومعقولة، وبتكمل معايا الشهر بالطريقة ديت، وعن تجربة واقتناع بصراحة الموضوع دوت تم معايا والشهر كمل معايا. حبيت اشارك مع حضراتكم الموضوع والفكرة، بجد هتوفر معاكم جدا وهتوفر لكم فلوس، وهتحافظ على الباقة اكبر قدر ممكن الى لحد ما الشهر يخلص، ومش هتضطر ان انت تدفع فلوس زيادة او تعمل حاجة، وهتتفرج عادي على اليوتيوب. بس برضو يعني حاول تكون ان انت مع اليوتيوب ما تخليش الكواليتي عالي، او انت مجرد ما بتحدد السرعة اول مرة، يعني بتختار سرعتك اول مرة، زي مثلا انت اخترتها 144 اللي هي اقل حاجة، هتبقى اوتوماتيك دايما هي موجودة اقل حاجة وثابتة عندك، الا لحد ما تغيرها في الفيديو اللي انت محتاجه او حاجة. طبعا في نهاية الفيديو ما تنساش انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ولايك وشير للفيديو عشان غيرك يستفاد. وكان معكم بلال العراقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.